والآن إلى يوم كاتب المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وينضم إلينا مباشرة من المدينة الحمراء موفدنا فتح الله بوزيدي. أهلا بك فتح الله. أهلا بك نجاة، مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدينا. إذن فتح الله، ما الذي يميز هذا اليوم من يوميات المهرجان، وكيف تفاعل الحاضرون مع العروض السينمائية؟ نعم، تفاعل كبير لمختلف الجماهير التي توافدت على مقرات عرض مختلف العروض السينمائية المبرمجة ضمن مختلف أقسام هذه النسخة، نسخة 20 من المهرجان الدولي للفيلم هنا بمدينة مراكش. قبل لحظات من الآن حضرنا فيلم أنيماليا لمخرجته المغربية الشابة صوفيا علوي، والذي يعتبر أول فيلم طويل في مسارها السينمائي، وتوج مؤخرا بجائزة المهرجان السينمائية الشهير بالولايات المتحدة الأمريكية ساندانس، بجائزة لجنة التحكيم، وطبعا تحكي فيه من خلال سرد تخيلي طرحت فيه مجموعة من الأسئلة الفلسفية قصة تشبه الحلم فيما يتعلق بغزو كائنات غريبة، وكانت مناسبة بالنسبة للمخرجة ولمختلف الطاقم من أجل مساءلة العلاقات فيما يتعلق بالطبقات الاجتماعية. طرحت مجموعة من القضايا أيضا فيما يتعلق بدور المرأة داخل المجتمع وفي إمكانية إقرار نظام اجتماعي يستعيد توازناته. طبعا هذه المخرجة الشابة كان لها لقاء مع الجمهور الذي تفاعل بشكل جيد مع مختلف مكونات هذا الفيلم، وتبادل أطراف الحديث مع مختلف أفراد الطاقم. في وقت سابق من هذا اليوم عرض أيضا الفيلم المغربي الذي يدخل غمار المسابقة الرسمية، يتعلق بفيلم عصابات لكمال الأزرق. هذا الفيلم الذي حصد مجموعة من الجوائز، كان آخرها ببروكسل، المهرجان الدولي للسينما ببروكسل، وقبله بمهرجان كان من خلال صنف نظرة ما حاز على جائزة لجنة التحكيم، والذي يحكي قصة أب وابنه داخل أحياء مدينة الأحياء الشعبية لمدينة الدار البيضاء، والذين يحاولان يعني أن يحصلان على قوت يومهما، وبالنظر إلى قلة حيلتهما يتورطان في مناوشات مع مجموعة من العصابات وفي عمليات أيضا مع مجموعة من العصابات. أيضا من خلال صنف الجمهور الناشئ الذي يميز هذه الدورة من خلال برمجة غنية، أتحدث عن فيلم دنيا وأميرة حلب الذي يناقش الحرب التي دارت رحاها في سوريا، وقصة الفيلم تتمحور حول طفلة مع عائلتها في رحلة البحث عن بر الأمان. يوم غد يوم الاثنين ينتظر أن تفتتح ورشات أطلس، هذه هي الورشات الأكاديمية التي تعتبر فرصة بالنسبة لعشاق الفن السابع، بالنسبة للمبدعين السينمائيين في هذا المجال، الشباب الذين المتعطشين لتبادل الخبرات، تبادل وجهات النظر في الحقل السينمائي. وتتميز دورة هذه السنة من ورشات الأطلس بإشراف مارتن سكورسيزي الممثل، وكذلك المخرج والمنتج الأمريكي اللامع وكاتب السيناريو اللامع الذي يعتبر صديق المهرجان، سيشرف على هذه الدورة من ورشات الأطلس. وطبعا ستكون فرصة لمختلف هؤلاء الشباب المنتجين السينمائيين لكذلك التعرف عن كثب، عن خبرات لمختلف السينمائيين الذين توافدوا من مختلف أقطار العالم للتواجد بهذه النسخة المميزة، النسخة 20. فتح الله أبو زيدي موفد ميديان تيفي لمراكش، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.